دايرين بخير، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. نهاركم مبروك وصيامكم مقبول ان شاء الله. اليوم بنحضر واحد الكيكه تاع البرتقال، وقلت علاش لا من نشاركها معكم. كنحتاج في هذه الكيكه كاس ديال الليمون من عبار العنبه، كاس ديال النشا، نص كاس ديال الكوك، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، وجوج كيسان ديال الدقيق من كاس من عبر العنبه. وكنحتاج هنايا 4 ديال البيضات متوسطين، الا كانوا كبار كندير غير 3، خمارة ديال كيس ديال الفاني، وجوج خمارات من وزن 15 غرام. هادو هما المقادير اللي كنحتاج في هاد الكيكه هادي. يلا نبداو على بركه الله. كنضيفو كاس ديال السكر، كاس ديال الفاني، وانا درت واحد القبيضه ديال الملح هنايا. دابا نخلطو هذا الشيء كلشي.
غادي نزيد تقيل النشا. بسم الله، اول حاجه كندير النشا. نخلط شوية بشوية. ملي كنخلص كلشي كيولي على هاد الشكل هذا، القوام هذا. صافي، غادي نجيب المولة اللي دخل الفران، انا وجدت قبل هذا المول هذا دهنتو بالزبدة والدقيق. صافي، انا غندخلو دابا الفران على درجة 170، وملي يطيب غادي نسقيه. انا وجدت هنايا كاس ديال الليمون من قبل، غادي نسقيه بهاد الكاس تاع الليمون. يلا خليكم معايا حتى يطيب الكيك. هاهي الكيكة تاعي من بعد ما طابت وخرجتها من الفران، هاهي باقي سخونة. دابا غادي نسقيها بالعصير ديال الليمون، غادي نسقيها به نخليها حتى تبرد ونحطها ونحيدها من المول. يلا خليكم معايا حتى تبرد ونوريكم كيف جات في الاخر. هالكيكة تاعي من بعد ما طابت خرجتها من الفران وسقيتها بداك الكاس تاع الليمون اللي وريتكم، وخليتها حتى بردات وحيدتها من المول ودرتها فهاد التبسيل هذا. ها هي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي ما شاء الله كتجي طالعه وكتجي خفيفه وانا ما درت لها حتى شي حاجه من الفوق، ما زينتها حتى شي حاجه، اكتفيت اني نخليها غير هكا لحقاش سقيتها، يعني ما تحتاج ندير لها حتى شي حاجه غير هكا كدوز ما شاء الله كتجي زوينه في المذاق. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا، وشكرا لكم على المتابعه، وما تنسونيش من بارطاج لايك سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم علاش لا. وشكرا لكم ونهاركم بروك وصيامكم مقبول ان شاء الله.